ماجد مجدي فوز يوسف، عندي 23 سنة، من حادثة قدسين. أنا هقول لكم القصة بتاعت الانفجار. أنا كنت رايح يوم راس السنة أجيب ماما من الكنيسة، وقلت أحضر برضو في الكنيسة شوية، تمام. وأنا رايح أجيبها، حضرت الكنيسة، وبعد كده وإحنا طالعين كنت طالع أنا وماما، وقابلت مرات خالي وبنت خالي عند باب الكنيسة. وبعد كده حصل انفجار شديد قدام الكنيسة، وكلنا وقعنا في الأرض، وطبعا كان في جثث كتيرة كانت موجودة في الأرض. وبعد كده بعد الانفجار نقلونا مجموعة شباب بتوع الكنيسة، بدأوا ينقلوا الحالات إلى المستشفى بتاعت ماري مرقص، تمام. وهناك في المستشفى بدأوا يعملونا الإجراءات اللازمة خلاص للعلاج. وبعد كده اتنقلنا بعد فترة، بعد عمليات اتنقلنا إلى مستشفى، أنا اتنقلت لمستشفى فيكتوريا، وماما اتنقلت لمستشفى الميري. وهناك اتعمل لماما عملية لأن كان عندها شظية كانت في المخ، والشظية دي طبعا كانت اتشالت بمعجزة، تمام. وبرضو كان عندها كسور في رجليها خلاص، وأنا كان عندي الأوتار والشرايين بتاعت رجلي كانت مقطوعة، وكان عندي شظية ما بين القلب وما بين الرئة، وكان عندي شظيتين في رجلي بس ما كانش حد يعرف عنهم حاجة لغاية لما جيت النمسا. طبعا قصتي أنا هنا موجود في النمسا، حكاية النمسا دي جت إزاي. رئيس الدولة هاينز فيشر جه الأسقفية للأنبا جبريل، واتفق معاه ان هو يجيب حالتين للنمسا يعالجهم على حساب الحكومة. فاترشحت انا وماما من ضمن الحالتين اللي يسافروا النمسا، تمام، لان هم يكملوا علاجهم خلاص. وجينا هنا النمسا، تمام، وبدأت قصة العلاج ان احنا اتعالجنا في مستشفى هنا اسمها الأكاها خلاص. دي اكبر مستشفى في النمسا وتعتبر ثالث مستشفى على العالم. اتعالجنا فيها وبدأوا يعملونا الإجراءات اللازمة، وكان في كونسولتو كبير من الدكاترة استقبلنا أول ما جينا من المطار، واتعمل معنا لازم، واتعمل معنا عمليات كتيرة في المستشفى، من ضمنها ان هما زي ما قلت في الأول ان هما اكتشفوا الشظيتين اللي كان عندي في الرجل، وعملوا لي استعدال، كان متركب لي جهاز حديد في الرجل. وبالنسبة لماما كانت جاية من اسكندرية، كان عندها كمية صديد كبيرة في رجليها، وكان البروفيسور اللي شاف الحالة بتاعت ماما حط نسبة كبيرة 95% ان الرجل دي هتتقطع خلاص. بس طبعا ربنا يعني رغم ان هو بيسمح بالتجربة ما بيسمحش ان الحاجة دي تيجي للأوحش، تيجي للأحسن. فطبعا ربنا تمجد معانا، يعني بصلوات الناس كلها وبصلواتكم. يعني ماما دلوقتي رجليها اتحسنت والصديد كله راح من رجليها، ودلوقتي مركب لها جهاز حديد في الرجل عشان يمسك العظم المتكسر. وهي كان عندها من الحادثة برضو الركبة بتاعتها، كانت العظمة كانت طايرة جزء كبير من الركبة، فهنا خلعوه وهيعملوا لها عملية في 20/7 اللي جاي، هيشيلوا الجهاز الحديد في 20/6 و20/7 هيعملوا لها عملية بتاعت الركبة الكاملة. وطبعا انا دلوقتي اعتبر بعد العمليات دي كلها دلوقتي احسن الحمد لله، بمشي بالعكازات، و يعني ربنا عمل معانا معجزات كبيره قوي هنا في النمسا. وانا طبعا بشكر الاسقف الانبا جبريل ان هو بصراحه اهتم بينا من اول ما جينا النمسا، وهو راجل بصراحه مستضيفنا عنده. وبشكر طبعا الرئيس النمساوي هاينز فيشر خلاص، وبشكر طبعا الحكومة النمساوية على مجهوداتها الكبيرة اللي عملتها معانا، وعلى استقبال الناس طبعا لينا هنا في النمسا، ومعاملتهم كويسة قوي لينا هنا موجودة في النمسا. طبعا انا بتوجه بالشكر طبعا للبابا شنودة على مجهوداته الكبيرة اللي عملها معانا،
وبتوجه بالشكر طبعا للشعب المصري برضو على محبته لينا، وعلى طبعا ان هم جيهم زارونا في المستشفى، ناس من جميع انحاء المحافظات، وعلى المجهودات الكبيره اللي عملوها معانا. وطبعا وبشكر طبعا كل الاساقفه اللي جات لنا المستشفى لما كنا في مصر، وكل الاباء الكهنه خلاص، وبشكركم كلكم يعني على محبتكم لينا، وصلوا لنا دايما ان ربنا يقف معانا ويرجعنا مصر بسرعه عشان نشوفكم بسرعه. طبعا بنتوجه بالشكر طبعا لقناه اغابي ونيافه الانبا بطرس، تمام، وهم كانوا مغطين معنا الاحداث في اسكندريه، وكانوا مغطين معنا الاحداث هنا في النمسا، واحنا بنشكرهم كتير جدا جدا جدا، وبنشكرهم على المجهودات العظيمه اللي عملوها معانا، وربنا يوفقهم على اللي هم بيعملوه معانا.